السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بنت لالة نجية. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون خمار صراحة رائع، واللي كل وحدة تبغي تلبسو، يعني اصحاب اللباس الشرعي كاملين غادي يعجبهم، حاجة طبيعية لان هذا كيجي ساهل، وبالاخص اللي عندهم ماشي غير عندهم مشكلة، حتى انا كنلبس الخمار، يعني كتلقى مشكل ملي كتكون مثلا يكونوا مثلا خارجين ولا نتسخروا، هاد الثوب موسلين ما كيبغيش يتثبت دغيا، يعني كياخذ لك الوقت باش تقاد هاد الفولار. دونك هذا غيكون بدون دبابيس، ساهل كتوصل كتدخلو في الراس ديالك، يعني حاجة سهلة وكيجي مستور وكيجي رائع. شحال غادي يحتاجوا فيه ديال القماش؟ انا هنا عندي 1.60 متر اللي خديت فيه في الطول، ومني جيت نعبر العرض لقيتو حتى هو فيه 1.60 متر على حسب الثوب. المهم انا خديت فيه 1.60 متر، ممكن تاخدو نتوما غير 1.50 متر، يعني 1.5 متر اللي تاخدو فيه في الطول، هادشي اللي تعبرو فيه 1.5 متر صافي. العرض راه غالبا ما كيكون فيه 1.5 متر، قليل في كتلقاو يعني اكثر ولا، هادشي اللي كاين. بالنسبه للطول كيجي حتى لهنا، يعني من الراس كيجي حتى لهاد المكان هذا، يعني كيجي فايت مغطي الظهر كامل حتى لهاد البلاصه هذه، يعني الطول ديالو. الطول بالنسبه للطول هو كيبقى اختيار، يعني شوفوا القياس اللي بغيتو، منين كتاخذوا المقاس كتاخذوه بهذا الشكل هذا، ما كناخذوش من الجهه ديال الجبهه لان غيكون فيه واحد لابونت، دونك غادي ناخذوه من هذا المكان هذا، من هذه البلاصه هذه، من هنايا كنحطوا السنتيم ديالنا. طبيعه الحال كيكون يعني الشعر، المهم نزلوه شي شويه باش ما، حتى الا كان طالع ماشي مشكل، لان اصلا الفولار غادي تجي فوق من الشعر بهذا الشكل هذا. دونك كنشوفوا الطول اللي مناسب لينا، الطول كناخذوه من هنا، قلنا الطول اللي بغيتو نتوما ديرو، ممكن كاين اللي كتبغي غير هنا يحد الدار ديالها اللي بغيتو. انا كيعجبني صراحه الخمار يكون طويل، هادشي اللي كاين. بالنسبه لهنايا في الامام راه غادي يكون هاد الخمار هذا اللي دابا غنعطيكم المقاس ديالو، غير باش تكونوا عارفين، يعني حتى هاد القياس اللي غنعطيكم هو ستوندار، غير باش تعرفوا حتى لين غيجيكم، باش تعرفوا هاد القياس اللي كنعطيكم دابا حتى لين غادي يجيكم. بالنسبه للامام كيجي حتى لهنا، يعني كيجي مغطي الصدر، كيجي حتى تقريبا حتى لجهه الحزام هنايا، كيجي طويل وكيجي رائع. واللي زوين فيه هو ان ماشي جاي نازل عادي، هو ان فيه واحد غادي يكون فيه واحد شويه ديال الكشكشه باش كيغطي لنا الصدر ديالنا من هنايا، كيجي مستور. تبعوا معايا بلا ما نطول عليكم، اذا كناخذوا هاد القيمه هذه، القيمه اللي ذكرت لكم هي هذه، مثلا هي هذه خديناها. غناخذوا الثوب كنطويو في الاول هكذا بهذا الشكل هذا، بحال الفولار ملي كنبغيو نلبسوه بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنعاودو نطويو مره اخرى بهذه الطريقه هذه هكذا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني بحال اللي غادي نلبسوه بهذا الشكل صافي. ودابا نبداو نحطوا المقاسات، حاول نقرب لكم الصوره باش يكون واضح ان شاء الله. اذا عندي من هنا، من عندي الطول من السطح ديال الموديل، عندي الطول فيه 1.3 متر، 1.3 متر. نتوما شوفوا الطول اللي بغيتو، المهم انا هذا القياس اللي عطيتكم دابا فيه 1.3 متر، 1.3 متر اللي فيه. بالنسبه للطول هذا السطح ديال الحجاب، السطح ديال الحجاب هو هذا، وهذه الجهه اللي كتجينا على الوجه، البلاصه هذه. اذا عندي من هنا لهنا نحسب 28 سنتيم، هذه ستوندار، يعني 28 سنتيم ديال فتحه الراس اللي كندخلو منها، اللي كتكون تجينا على الوجه ديالنا بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه فيها 28 سنتيم. ومن البدايه ديال الموديل من هنايا، من هذه البلاصه هذه حتى لهنا نحسبوا 46 سنتيم، 46 سنتيم. هنا قلنا 28، هنا من هنا من البداية حتى لهنا 46 سنتيم حتى لهاد البلاصة. ندخل من هنا لهنا ندخل ب10 سنتيم من هاد المكان هذا، كندخل ب10 سنتيم هكذا. شوفوا بقاو سيروا معايا خطوه بخطوه، يعني وقفوا الفيديو وطبقوا داكشي اللي كنقول لكم، عاوتاني شعلوا الفيديو، غادي يعني اللي حطيت انا هنايا طبقوه، راه غادي يخرج لكم ان شاء الله بحال اللي بغيتو. اذا دخلت من هنا لهنا ب10 سنتيم، ها هي كنحسب من هاد 28 حتى لهنا، ندخل ب29 سنتيم، 29 سنتيم
من هنا لهنا 31 سنتيم، يعني من السطح من هنايا كنحسب من هنا لهنا 31 سنتيم. غادي نقول لكم من هنا لهنا شحال، عفوا هنايا هنا 24 سنتيم، من هنا لهنا 24 سنتيم، وهنا في السطح يعني من البداية ديال الموديل، من البداية ديال الحجاب لهنا 31 سنتيم. أيه، من هنا لهنا 31 سنتيم، من هنا لهنا 29 سنتيم، 29 سنتيم من هنا لهنايا، ومن هنا لهنا 24، ودخلت من هنا لهنا 31. صافي، فتحت الرأس من هنا لهنا 28 سنتيم. صافي، حتى لهنا كلشي واضح ان شاء الله. اذا من بعد كنجي لهاد العشرة، في كاين الحد ديال 46، يعني اللي خديت من هنا لهنا 46 سنتيم هي هذه. من بعد كننزل من هاد البلاصه هذه، كننزل ب 19 سنتيم، داخله فيها الخياطه. هاد القياس اللي كنعطيكم راه داخل فيه الخياطه، 19 سنتيم حتى لهنايا، 19 سنتيم. صافي، ضوء علامه. كناخذ من هاد النقطة هادي، من هاد البلاصة ندخل حتى لهنا، ونحسب 45 سنتيم بشكل مائل، ما كناخدهاش نيشان هكذا، كنحاول ناخدها بشكل مائل، أو ندير واحد الطريقة سهلة. كناخد من هاد المربع هذا اللي رسمت لهنا 20 سنتيم، 20 او 21 لان داخله فيه خياطه، 21 سنتيم باش يكون داخله فيه الخياطه، 21 سنتيم. ومن هاد 21 حتى لعند 19 سنتيم، 19 سنتيم من هاد 21 سنتيم لهنا حتى لعند 19 سنتيم تكون 45 سنتيم، 45 سنتيم. كيفاش غادي ناخذ هاد 45؟ ما غاديش نديها نيشان، نحاول انني نمشي بواحد الطريقه بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه. صافي، ومن هاد العشرة هذه اللي كتشوفوا معايا، من هاد العشرة كنمشي لعند هاد خمسة، هاد 24 سنتيم هذه، يعني من هنا كنمشي بهذا الشكل هذا. صافي، بهذه الطريقه هذه. هنا غيكون كشكشه، هاد البلاصه هذه غتكون كشكشه، وهنايا هاد النقطه هادي غنلاقيها مع الاخر ديال الموديل ديال الحجاب، يعني كنلاقيها بواحد الشكل هكذا، شويه يجي داير بالطريقه هادي، يعني باش تفهموا الحجاب كيفاش جاي. ها هو، ها كيفاش كيجي هنا ملي كتخيط، كيجي الخلف طويل، والجهات الامام كتجي مسدوده، وهاد الكشكشه هادي كتجينا دايره على الصدر ديالنا. هنايا هاد الكشكشه هادي كتجينا دايره من جهه الكتف، دايره على الصدر ديالنا هكذا، حتى الجهه ديال الكتف، يعني كتجي صراحه في اللبسه رائعه. هاد الخمار هذا كيجي رائع، نتمنى ان شاء الله تجربوه. ونتمنى الا نسيتو شي حاجه غير عاودوا الفيديو، راه كلشي شرحته لكم. غنعاود مره اخرى على الموديل، نعاود نشرح لكم، او على هذه لان هذه صغيره هنايا كيبان لكم كلشي، قرب لكم الصوره ونعاود لكم الشرح. اللي فهم يدوز الفيديو، اللي ما فهمنيش يعاود يركز معايا. تاخذوا واحد الورقه ولا هذا وطبقوا فيها، باش ان شاء الله تبقوا عاقلين على كلشي، غادي يجيكم ساهل باش تجيو تطبقوا. اذا نقرب لكم اخواتي الصوره، قلنا طوينا الثوب على هذا الشكل هذا، بهذه الطريقه راه شفتوني كيفاش طويت الثوب، من هنا لهنا 28 سنتيم، واضح 28 سنتيم. حسبت من السطح ديال الموديل حتى لهنا 31 سنتيم، من هنا لهنا، من السطح ديال الموديل حتى لهنا 31 سنتيم. صافي، نزلت لهنايا وحسبت 29 سنتيم. هاد 29 سنتيم
لقيتها مع 31 سنتيم. يعني المهم يكون عندي من هنا لهنا تكون عندي 24 سنتيم، تأكدوا من هنا لهنا تكون 24 سنتيم، يعني من تدخلوا بهذا القياس 29 وهنا 31، صافي من هنا لهنا 31، غتنزلوا من هنا لهنا ب 24 سنتيم. صافي احنا رسمنا هذا المربع ديالنا، صافي واضح. من بعد نزلت من هذا المربع حتى لهنا ب 46 سنتيم، صافي 46 سنتيم باش نزلت ودخلت ب 10 سنتيم من لهنا، دخلت من هنا لهنا ب 10 سنتيم. صافي من بعد شنو درت؟ نزلت من هنا او نمشي لهاد البلاصه هذه، هاد النقطه هذه كنخرج ب 21 سنتيم، 21 سنتيم، ومن هنا لهنا 19 سنتيم. من هاد الخط، من هاد البلاصه اللي فيها 10 سنتيم اللي دخلت بها، كنحسب من هنا لهنا 19 سنتيم. هاد 19 كنلاقيها مع هاد العدد هذا، ولكن قبل ما نلاقيها حتى كناخذ السنتيم ونتاكد من هنا لهنا واش عندي 45 سنتيم. من هاد المكان حتى لهنا تكون 45 سنتيم، تاكدوا منها باش واخا يميل هاد الخط ماشي مشكل، المهم يكون عندنا 45 سنتيم. صافي غتعبروا من هنا لهنا تكون عندكم 45 سنتيم. اذا من بعد هاد العشرة هذه كنلاقيها، هاد العشرة اللي دخلت بها كنلاقيها مع هاد المربع هذا، القنص ديال المربع هنايا. صافي سهل الطريقه سهله. وهاد 19 اللي هبطت بها من هنا لهنا 19 ومن هنا لهنا 21 كنلاقيها بواحد الشكل شويه دائري بهذه الطريقه. نتمنى اخواتي يكون واضح. وجيت لهنايا لقيت هاد النقطه هذه مع النهايه ديال الطول ديال الحجاب ديالي. صافي حتى لهنا كلشي واضح ان شاء الله. انا غادي نبدا دابا تقطيع الموديل ديالي اللي كتشوفوا معايا، انا حطيت الثوب هو نفسه اللي شرحت لكم، ها هو ها 28 هي هذه، نقرب لكم الصوره. اذا 28 عندي من البدايه ديال الموديل حتى لهنا، يعني فتحه الراس اللي غتدخل لينا الراس ديالنا 28، صافي ومن هنا لهنا 31 سنتيم، ونزلت من هنا لهنا قلنا 24 سنتيم، ومن هنا لعند هاد 24 خاص تكون عندي 29 سنتيم، 29 سنتيم من هنا لهنا. صافي ومن هاد البلاصه هذه نزلت حتى لهنا، يعني بديت من هنايا من هاد الراس ديال الموديل حتى لهنا حسبت عفوا 46 سنتيم. سمحوا لي ندير الميكرو باش يكون الصوت صافي، ما يبقاش يصدعكم ديك حرف السين. ان هنا قلنا كناخذ من البدايه ديال الموديل حتى لهنايا 46 سنتيم، دخلت من هنا لهنا ب 10 سنتيم، واضح 10 سنتيم لقيتها مع هاد القيمه هذه، هاد النقطه اللي نزلت بها من هنا لهنا لقيت هاد 10 سنتيم مع هذه، خرجت من هنا لهنا ب 21 سنتيم. صافي ومن هنا لهنا نزلت 19 سنتيم، لقيت هاد 19. شوفوا معايا ها هي الطراساج كاين، ها هو الطراساج غادي تشوفوه بواحد الشكل شويه يعني داير، ماشي مشيت نيشه لهنايا، حاولت اني نقوسها غير شويه ماشي بزاف، غير هكذا بهذا الشكل هذا. صافي حتى لهنا كلشي واضح. ومن هنا لهنا غادي نمشي بشكل، سمحوا لي مشى ليا، غادي ناخذ من هاد البلاصه هذه من هنايا من هاد النقطه هذه، نعاود كناخذ قلنا من هاد البلاصه هذه هاد العدد هذا كنلاقيه مع النهايه ديال الموديل هو هذا. صافي غنلاقيه بشكل مقوس، يعني ما نضيعش هاد الثوب هذا اللي بقى لي، نخليه ولا نخليه كامل هكذا، يعني ملي نجي نقطع نقطع بهذا الشكل هذا صافي، ونمشي نيشان حتى لهاد البلاصه هذه. شوفوا شحال درت فيها، يعني الطول النهائي هنا كيبقى لكم الاختيار. هنايا ممكن انكم تجيبوا هاد البلاصه شويه دايره بهذا الشكل، ممكن انكم تقطعوا نيشان، يعني اللي بغيتوا ديروه. انا في الاخير غادي نوريكم شنو بالنسبه لي انا، غادي ندير واحد شويه واحد القوس هكذا. ها انا كيفاش تراسيتو دابا، ها انتوما ها النهايه ديال الموديل، ها هي كيفاش تراسيتها بهذا الشكل هذا، شويه مقوسه، خديت من هاد الطول النهائي هو هذا، قوستها واحد شويه وجيت نيشان ولقيتها مع هاد 21 سنتيم هادي من هنا لهنا،
لقيت هاد القياس لقيته مع هادي صافي. كيتضبب ليا الكاميرا كتضبب. ها انتم دابا راه واضح ملي كنقرب للطور راه واضح. شوفوا معايا انا خدت من هاد 21 سنتيم، من 21 حتى لتما ديتها بشكل مقوس. ودابا غادي نقطع الموديل ديالي ونرجع معكم، يعني نقطع بهذا الشكل هذا. يعني هادي غادي تقطع هادي اللي ذكرت لكم فيها كشكشه، يعني من هنا حتى لهنا 46 سنتيم، ومن هنا لهنا 10 سنتيم، ولقيناها مع هذا المربع هذا. دونك نقطع بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل نقطع من هنا لهنا، نقطع هكذا. وهنايا غندير واحد الفتحه فيها سنتيم، من بعد نشرح لكم علاش. سنتيم ديالي نقطع بهذا الشكل هذا صافي. هذا هو الحجاب ديالنا. طريقته راه سهله وخايبان لكم هكذا، راه ملي تجيو تطبقوا يجيكم ساهل على هاد الشكل، هاد الشيء اللي كتشوفوا هنايا. هاد الشيء اللي قطعت، هادي اللي غتقطع، حيت انا قطعت قبل ما نوريكم هاد القطع. اذا انا ملي غنقطع دابا ملي غادي نمشي من هنا، يعني شاف بحال اللي شرحت لكم بحال هذا، يعني بهاد الشكل هذا، وهاد الشيء هذا غادي يبقى ليا غنستغلو ندير فيه ديك الكشكشه، نديرها في هاد البلاصه هادي. دان هادي اللي كنقطعو دابا، اللي قطعناها هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا معايا، هادي نفسها غادي تشوفوني كيفاش غادي نطويها. هنا راه عندي غير قطعه وحده، حيت كيكونوا جوج هنايا متني على اربعه، وهنايا كاينه جوج، دونك راه جوج وحدين هزيتهم ها هما. وما هادو غادي يكون هنايا، غيكون عندي كافي الكشكشه، وغادي يشط لنا البانطه ويشط مازال الثوب. ها انتما كيفاش غادي نطوي. ناخذ هاد الجهه هادي، شوفوا تبعوا معايا، ناخذ هاد الجهه هادي بهذا الشكل هذا، ناخذ غير واحد الجهه نطويها على زوج بهذه الطريقه، نستغل داك الطول ديالها كامل. يعني المهم عندي هاد العرض هذا اللي شفتوني طويت، غادي ناخذ داك العرض ديالو كامل بهذا الشكل هذا. يكون عندي واحد الشريط نفس القياس اللي عندي هنايا، يكون عندي في الجهه الثانيه بهذا الشكل هذا. نحاول نطوي من هنا قادو يكون نفس القياس، في الطول ديالو يكون نفس القياس صافي. يعني نشوف شحال هنايا غادي يخرج لكم، ندير الحاشيه ديال الثوب من هنا لهنا. عندي ما غاديش نحسب الحاشيه، دونك عندي هنا 17 سنتيم، هي 17 نقاد الثوب ديالي من هنايا. غادي نمشي بالتقطيع من هنايا باش نقاد هاد الشريط، ومن بعد غادي نقسمو على زوج. غنقسمو على زوج، علاش غادي نقسمو؟ باش نلاقيهم من هنا بالخياطة، غادي يكون من هنا نفتحو من هنا بالمقص، وهنا غادي نخيطو بالماكينة. من هادي تخيط يعطيني قطعة وحدة، هذيك القطعه هي اللي غادي ندير بها كشكشه في هاد البلاصه هادي صافي، باش تكون عندي في جوج جهات. دابا هادي راه غير جهه وحده، مازال ناي تفسح الفولر كيعطينا جوج جهات، يعني يجيني بهذا الشكل هذا، نجي فيه كشكشه. هاد الباندا هادي تكون نديروها كشكشه، غادي نقطعها من هنا في الوسط، هنايا من هنا غادي تقطع صافي واضح. نقطعها حتى للاخر، وهنايا العرض اللي عندي هنايا غيكون على الباندا كامله. ممكن انكم هنايا درنا فيها 17 في العرض ديالها في هذا الراس هذا في هذه البلاصه، ونجيو للنهايه ديال الثوب في هذه البلاصه هذه ديال الباندا، ونحسبوا هنايا شحال ما بغينا، يعني 21 ولا اللي بغيتوا، يعني كتعوجوا غير الثوب بهذا الشكل هذا، وغادي يعطيكم العرض اللي بغيتوا على حسب هاد البلاصه اللي قطعناها. هذه هنايا قلنا فيها 21 سنتيم من هنا لهنا، يعني على حسب هاد البلاصه، باش كيجينا في الامام هنايا شويه صغير، ومن هنايا كيجي داير على الكتف حتى لهنايا كيجي مغطي الكتف صافي. هادشي اللي كاين. انا غادي نقول لكم شحال درت فيه، انا تقريبا ميلت شويه الثوب من هنا لهنا، درت فيها 21 سنتيم، ها هي 21 سنتيم صافي. دابا نقطع من هنايا، ومن بعد نقطع هاد القطعه هادي، نقطع يكونوا عندي جوج، يعني من هنا غادي نفصل هادي، يكونوا عندي هنا جوج قطعات، تكون عندي شريط واحد
صافي دابا ملي قطعتها من هنايا غادي نجي نفتح لهاد البلاصه هادي. انا نستمر بالتقطيع حتى نكملها. صافي دابا هاد الشريط هذا صباح عندي فيه جوج، يعني قطعته على اثنان من هنا لهنا. غادي نخيطوا هاد البلاصه هادي هاد التخيط باش يكون عندي شريط واحد بهذا الشكل هذا، تكون عندي قطعه واحده باش ندير فيها ديك الكشكشه. اذا غادي نجي دابا لهادي لهاد الحجاب هذا من هنا ونفتح هاد البلاصه هنايا، غنثبتو دابا باش يكونوا بعادين شويه باش منين نهز السرجي تكون عندي قطعه واحده. انا هذا راه الظهر غادي نقلبو على الوجه ديالو. صافي غادي نقلب على الجهه ديال الوجه ونرجع معكم. قلبت دابا الموديل، قلبتو على الوجه ديالو. شنو غادي ندير دابا؟ نحاول انني نقاد التوب ديالي مزيان بهذا الشكل هذا. هاد القنت هذا اللي كتشوفوا، هاد القنت هذا يجيني مع هاد القنت بهذه الطريقه هذه، ونثبتو بواحد الدبوس باش منين ندوز السرجي ما يهربليش الثوب. غادي ندير هكذا، يكون بعيد شويه هنايا بعدو باش منين ندوز السرجي تكون دايزه مزيان. صافي ها هي هاد القنت هذا باش مي شفتو من هنا لهنا، باش نبقى عاقلين على هاد البلاصه هذه باش ندوزوها بالسرجي يكون ساهل علينا. صافي وهادي تجي معايا، يعني راه ساهل صراحه، راه ساهل دوزو بالسرجي. هنا كنبعد واحد شويه وكنثبتها بواحد الدبوس، لان السرجي غادي ندوزو هاد جوج قطعات مع بعضياتهم، يعني هادو بجوج غندوزو لهم السرجي مره واحده هكذا. نفس الطريقه بالنسبه لهاد الجهه هادي، هاد القنت مع القنت، هاد المثلث هذا كنشدو قطعه بجوج وكندوزو لهم السرجي مع بعضياتهم. انا ندير له السرفله ورجع معكم شوفوني كيفاش درت ليه هكذا. هادي حتى هي نثبتها من هنا. في دابا غادي يجيني ساهل باش ندوز السرجي. هادو غيتسرجاو بجوج بهم مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا، غندورو لهم السرجي. ما غاديش ندوز السرجي هادي بوحده وهادي بوحده، لا غادي نجمعهم بجوج بالسرجي. غنسرجي ورجع معكم. دابا صبحات عندي قطعه واحده، هانتوما هادو زوج جمعتهم بالسرجي. صافي غادي نزول هاد الدبابيس كاملين، غادي نحيدهم. صافي دابا هنايا من بعد ما رجعته كيف ما كان، انا عاود طويته بحال اللي كان، ساهل في الطويه، ما كيبقاش يهرب لينا الثوب، يعني بحال اللي كيكون مازال مفتوح. صافي هكذا. دابا عندكم جوج ديال الفكرات غادي نعطيهم لكم. هنا كنديروا واحد لابوند، ديك البنطة ممكن ديروا هذه الا بغيتوا بهذا الشكل هذا، يعني انا عطيتكم العبار ديالها فيها هذا الحجاب هذا، العرض ديالو هنايا عندنا 10 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه. هنا راه فيها خياطه بالنسبه للطول ديال هاد البنطة هذه، وهي متنيه على اثنان، فيها 60 سنتيم زائد 1 سنتيم ديال الخياطه ضروري، يعني 60 وهي متنيه على اثنان، يعني الثوب يكون مطوي على 4. ها نتوما كتشوفوا الثوب يكون مطوي على 4، وغادي تحسبوا 21 سنتيم ديال الطول، عفوا 61 سنتيم، سمحوا لي 61 سنتيم. هنا حسبنا 11 سنتيم يعني بالخياطه، يعني 10 سنتيم العرض ديال البنطه زائد 1 سنتيم بالخياطه. صافي وبالنسبه لهنايا هنا كنحسبوا فيه ما هذا مازال يلا خيطو باقي، يعني ما فيش بينو الميكواس. دونك هنايا عندنا العرض ديال هذا فيه غديروا فيه 6 سنتيم باش ملي كتخيط كيبقى لكم 5 سنتيم ديال العرض. هاد 6 كتلاقيوها نيشان مع هاد القيمه هذه من هنا لهنا، تبطو 15 سنتيم او 16 سنتيم، من الافضل غير 15 كافيه، 15 حتى لهنا هكذا. وغتلاقيو هاد العدد هذا اللي ذكرناه، هاد 6 سنتيم تلاقيوها مع هاد 15 سنتيم. صافي عندكم هاد الطريقه هذه، وعندنا الطريقه الثانيه غادي نوريها لكم دابا. وهذا الشكل الثاني الا بغيتوه، يعني ممكن ديروا هاد الشكل هذا، هنا من هنا لهنا ديروا 12 سنتيم، 12 سنتيم ممكن تزيدوا 1 سنتيم الخياطه، او خليو غير داك 12 سنتيم داخله فيها خياطه. صافي ومن هنا لهنايا هذا راه خدمته معكم. عندنا 16 سنتيم فيه، يعني البنطه مطويه على 4 بهذا الشكل هذا،
نحسبوا من هنا لهنا 16 سنتيم، ومن هنا لهنا نديروا 12 سنتيم، كندخل من هنا لهنا بجوج سنتيم ونلاقيها مع هذا الراس هذا. صافي، هانتوما عندكم اختاروا الشكل اللي بغيتو. غادي ندير معكم هذا الشكل هذا، وانتم اختاروا اللي بغيتو، يعني خيرتكم بين الموديلات. دونك انا غندير هذا، لان علاش؟ حيتاش عندي انا الموديلات الاخرين مخيطاهم، وهذا كيجي مزيان. علاش مزيان؟ هنايا كنتحكموا في هذه البنده هذه، يعني ملي كتجي على الوجه بهذا الشكل هذا، كتجينا على الوجه، كنقدروا نطويو هنايا الشكل اللي بغينا، نقدروا نطوي الشكل اللي بغينا بهذا الشكل هذا الا بغينا. عندنا هذه الطريقه هذه، وهاد السميطات هادو اللي كيبقاو كنرجع كل وحده في الجهه، يعني بهكذا نخليهم ملبوسين على برا، هكذا كنطوي على برا. هاد السميطات هادو كنرجعهم للور، يعني هذه كتكون منزله هنايا هاد السمطه هذه، وهادو كنرجعهم لجهه الظهر وكنربطهم هنايا، كيتشد لينا فولار. وعندنا الطريقه اللي معروفه هي كنربطوهم اللور ديال الراس، يعني هاد السميطه هذه تربط هنايا في هاد البلاصه هذه. يعني عندنا جوج طرق لبسو بهم. اذا انا واخا الطول ما عنديش كافي بحال هاد السميطات، ماشي مشكل، غادي نحاول نكملو. غادي نخدم هاد البنطه هذه اللي ذكرت لكم دابا، نقاد التوب ديالي ورجع معكم. قطعت دابا الشريط ديالي هو هذا، دابا غادي نحط عليه المقاسات، نطوي على زوج، يعني كيصبح عندي التوب على أربعة. ها انتوما، واحد زوج ثلاثة أربعة، أربعة القطعات اللي عندي كنطوي على زوج. وبالنسبة للطول غنزيد فيه في الطول، الا بغيت نزيد غادي نزيد في هاد البلاصة هادي، يعني الا بغيت تزيد الطول غادي نزيدها في هاد الجهة هادي. صافي، وهنايا راه مغاديش يبان لي داك الخياطة، مغاديش تبان. صافي، هذا هو الطريقة اللي غادي ندير في الحزام، الباندا اللي ذكرت ليكم. هنا قلنا عندنا هنايا نعاود معكم العبارة باش تشوفوا، تأكدوا مزيان. هنا عندنا 10 سنتيم زائد 1 سنتيم للخياطة، 10 سنتيم وهي متنية، إذا أنا العبارة أنا هنايا 10 سنتيم قدامكم باش تبعوا معايا. ندير أنا 11 سنتيم، يعني سنتيم ديال الخياطة، ها هي 11 سنتيم، 11 سنتيم. وغنحسب من هنا لهنا 15 سنتيم، غندير أنا 15 سنتيم، ها هي 15، من هنا كذلك 15 سنتيم بهذا الشكل هذا. هنا مازال غادي نزيد فيه التوب، اذا غندير هنا واحد القيمه معينه، تقريبا غندير فيه 8 سنتيم، حيت مازال غنزيد فيه في الطول حيت قصير. نلاقي هذه مع هذه واحد الشكل شويه منحني بهذا الشكل هذا. شفتوا معايا كيفاش تراسيتها بهذه الطريقه هذه، او ممكن تاخذوا من هذه النقطه تمشيو نيشان لهنا بلا ما ديروا ديك التقويصه اللي بغيتوا، يعني بهذا الشكل هذا. صافي، نرجع نقطع من بعد نزيد فيها الطول. هنا اللي بغات دير فيها فيزلين ممكن دير فيها فيزلين، لا كيعجبكم غير هنا الا ديروا فيزلين ديروها في هذه الجهه. وكذلك الا بغيتوا ديروا هذا الموديل، هذا الموديل هذا حتى هو راه كيديروا فيه فيزلين، باش كتبقى هذه البلاصه كتبقى واقفه، اللي كيعجبهم هذا الحجاب اللي كيجي من هنا واقف فيزلين، ماشي داك الغليظ، يعني رقيق بزاف، داك النوع اللي كيكون رقيق بزاف. هنايا انا نزيد ليها كيف ذكرت لكم واحد القيمه هنايا في جوج جهات، هذا هو الزياده اللي غادي نزيد في الموديل، باش الا سبحان الله خرج لكم حسن نتوما هكذا ما يعني ما كافيش الطول ديال البنده، ديروا بحال اللي درت انا بهذا الشكل هذا. حط سنتيم فوق سنتيم باش نحسب الخياطه ديالي هكذا. ودابا فحال اللي ذكرت لكم هنايا نخليو 6 سنتيم، دونك نخلي هنايا 6 سنتيم ديال العرض، ها هي 6 سنتيم، نلاقي هاد 6 مع هاد البلاصه هادي. صافي، نقطعها باش نلصقها من جوج جهات، تكون عندي جهه هنايا واحد الجهه من هنا، والجهه الثانيه نلصقها في هاد الجهه هادي بهذا الشكل هذا،
تكون عندي بنطه واحده طويله باش كنقدروا نربطوها على اللور اللي بغينا في الجهه ديال الراس ديالنا في هنايا في الخلف هنايا ملي كنعقدوا هنا كنربطوهم هنا كيعطي واحد المنظر جميل. بالنسبه لهاد البلاصه هذه اللي تكون فيها كشكشه غادي نخيط الجهه اللي صغيره. هانتوما هاد الشرائط هادو عندي جوج، غنشوف الجهه اللي صغيره ها هي هاد الجهه اللي صغيره هي اللي خصها تخيط. غنخيطها مع هاد الجهه مع بلاصتها مع القطعه الثانيه هكذا الجهه الصغيره مع الجهه الصغيره. ديك الخياطه هي اللي غادي نديروها هي اللي غتجينا من هنايا من هاد البلاصه هادي تجينا من هنايا، وهذه غادي تجي في هاد البلاصه هادي هنا صافي. غادي نخيط هاد الجهه هادي ونرجع معكم. نبداو دابا، انا لقيت هادوك القطعات باش تكون عندي هاد البنطه تكون طويله صافي. ها هي زدت فيها هنايا هاد القطعات بجوج. غادي نبدا بالخياطه، نبدا بهاد البنطه هي الاولى. وكملي نبدا غادي ناخذ هاد البلاصه هادي نخيط ونخلي واحد الفتحه في الوسط باش نقلبها. خيطت البنطة ديالي وخليت فيها واحد الفتحة باش نقلب منها. كملت دابا بالخياطة وقلبت هاد البنطة هادي، وهنايا كنخليو هاد الفتحة هادي كاملة. أنا درت فتحة صغيرة نسيت، وعاودت فتقت هاد البلاصة هادي حسبت فيها يعني منين نطوي البنطة في الوسط تكون عندنا 15 سنتيم، يعني القياس اللي خديناه هو اللي يكون عندنا هنايا من هنا لهنا 15 سنتيم صافي. هذا الوسط ديال البنطة هو هذا، نخليو 15 سنتيم تكون مفتوحة، وهنايا كيكونوا مخيطين هاد الشرائط كيكونوا مخيطين صافي. وغادي نجيو دابا نلصقو تقريبا سالينا ما بقيناش بزاف. هنايا وضعت واحد الدرابيس باش نعرف الوسط من هذا هنايا في الراس ديال الحجاب، درت واحد الدبوس هنايا في الوسط. والبلاصة اللي تلصق فيها البنطة 15 سنتيم من هنا لهنا درت فيها واحد الدبوس صافي. وهنا عاود درت واحد العلامه وثبتها هنا، درت واحد الدبابيس باش البلاصه اللي غادي تبدا منها الخياطه يعني اللي غتبدا من هنا لهنا تخيط صافي. ها كلشي دابا واضح. غادي نبدا دابا الخياطه ديال هاد البنطه هادي، نبدا من هنايا من هاد البلاصه هادي حيت عندي دابا دوفاس يعني الموديل دوفاس. ملي ما بديت ماشي مشكل، ولكن دابا لصقت الباندا خصني نقلب نخدمو الجهة أخرى صافي. هنايا غنبدا من هاد الجهة هادي عند الوسط، ها هو الوسط فيه دبوس. ماشي مشكل الا صبرنا شويه ودرنا واحد الحاجه اللي نتهناها وكتجينا ساهله في اللبسه فاش كنكونوا مزروبين كتجينا ساهله. ها انتما هذه عند هذه هنا في كاينه 15 سنتيم تاو نثبتو بالدبوس صافي. دابا نبداو الخياطه ديالنا، غادي نخيط هاد الجهه هادي. خيطنا دابا البنطه ديالنا هي هادي تخيطات، هنا راه مازال ندوز لها ان شاء الله ميكوات من هذا المكان هذا صافي. ها هي البنطه. دابا غادي ناخذ نقلب يعني نحط الوجه على الوجه بهذا الشكل هذا هكذا. غادي نجي نخيط دابا هذه القيمه اللي سبقات ليا اللي هي 28 سنتيم من هنا لهنا 28 سنتيم، راني ضعت فيهم الدبوس باش يبقاو ليا معلمين. دابا غنبدا الخياطه من هنايا ونهبط بحالي حتى للاسفل يعني حتى لهنايا. خيطت دابا هاد الجهه هادي كيف كتشوفوا معايا، هنا راه كاينه البنطه فهاد البلاصه هادي صافي. دابا غادي نجيو نركبوا داك الكشكشه اللي لصقوها لهاد الموديل هذا. غندير الكشكشه لهاد الشريط هذا اللي كنت ذكرت لكم بالجهه اللي صغيره هي اللي فيها الخياطه اللي فيها كنا حسبنا 17 سنتيم، هي هادي 17 سنتيم. هاد الجهه هي اللي غادي تجينا في الوسط، وهنايا غادي نبدا دابا الكشكشه ديالي نقلب الجهه ديال الدار، كنكبر الغرزه كنكبرها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. هنايا كنجي لهنا
كبر حتى لهنا، يعني كندور لهاد الجهه هذه، يعني كندور لهنا ماشي لهنا، كندور لهاد الجهه هذه باش نكبر ديك الغرزه. دابا نبدا الخيطه، ولكن نحاول انني نمشي تقريبا على السرجي باش ملي نجي نخيط ما تبانليش الخياطه ديال ديك الكشكشه. دابا بعد ما كملت هنايا بالخياطه غرزه كبيره، غادي نجبد الخيط اللي عندي، كنسحب الخيط بشويه هكذا وكنبدا ندير ديك الكشكشه حتى تكون عندي نفس القيمه اللي محتاجه فيها. اذا ها انتما انا دابا جمعت ديك الخيط حتى كنحصل على القياس اللي محتاجه فيه، هاي الخياطه تكون في الوسط هنايا مع الخياطه، صافي هاد الخياطه غادي تكون مع الخياطه، وهنايا هاد الجنب هذا يجينا مع هذا صافي. دابا شنو غادي ندير، غنجي لهنايا وغادي نطلع بسنتيمه نقطعو بالمقص نكرانيه، كنجي لهاد القنت هذا وندير واحد سنتيم تقريبا اللي غادي نخيط فيه بهذا الشكل هذا. الجهه الثانيه نفس الطريقه، حتى هنا كندير سنتيم، قطعت اكثر من سنتيم شويه مهم ماشي مشكل، غادي نخدم بالخياطه صافي ونبداو الخياطه ديالنا. هاد السنتيم اللي كتشوفوا معايا هو اللي غادي نحط عليه هاد الكشكشه، الوجه مع الوجه، هنايا راه فيها الوجه وفيها الدار ماشي بحال هنايا، هنا كاين دوفاس، لكن دابا ملي تخيط راه دابا عنده الوجه والدار. دابا نحط هنايا هاد الموديل بهذا الشكل هذا الكشكشه، وغادي نمشي كنخيط بشويه، دائما التكريش يكون هو اللي الفوق باش كنتحكموا في ديك الكشكشه. هنا خصني نشيط واحد سنتيم لان باش نتنيه هنايا ما يبانش هاد السرجي، هانتوما نخلي هنايا سنتيم نطوي بهذه الطريقه هكذا. الجهد ديالنا هو تقريبا ساليناه، اللي بقى لينا هو هاد السرجي هذا، منخليوش هكذا كيبان. الا كان في نفس اللون ممكن تاخذوا ديك الخيط اللي كيكون مع هذا الشكل هذا، كناخذو في نفس اللون، كناخذو ثلاثه باش كندوزو السرجي يكون لون واحد، يعني نفس اللون ديال الحجاب الا بغيتو. انا هنا حيت درت الابيض خصني نطوي لداخل ما يبانش، اذا غادي نطوي بهذا الشكل هذا هكذا. إذن اخواتي كان هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. ها هو كيفاش كيجي في الخلف، يعني كيجي طويل، شفتوا كيفاش كيجي في الظهر كيجي طويل. وهنايا هاد البلاصه هذه، هاد الفتحه اللي بغيتوا ديروا فيها مثلا ازرار او مثلا شي بابيو هكذا شي حاجه تزينوا بها، الا ما بغيتوا ديروا فيها والو ممكن انكم تخيطوها، يعني هاد البلاصه هذه تخيط ما تبقاش مفتوحه الا بغيتوا ممكن تخيطوها. وهنايا في هاد الكشكشه هذه، يعني واصل حتى لبلاصه الحزام، ممكن اللي بغيتو الطول اكثر من هادشي ممكن ديروه طويل. هنايا عنده عده طرق باش تربط، المهم كاينه هاد الطريقه هذه اللي غادي ندير دابا، ممكن تربط بهذا الشكل هذا وتربط في الجهه الخلف على برا، غادي نوري لكم دابا. غادي نربطو هنايا الطريقه الاولى اللي دابا وريتكم، يعني كيتربط بهذا الشكل هذا هنايا في الخلف، نوريكم الطريقه الثانيه. بالنسبه للطريقه الثانيه كناخذوه بهذا الشكل هذا وكنطوي الشكل اللي بغيت انايا في هذيك القيمه اللي بغيت بهذا الشكل هذا، ونجيب الجهه الثانيه نفس الطريقه بهذه الطريقه هذه، ومن بعد نعاود نربطو في الظهر في اللور. وكاينه طريقه ما كيبانش كاع غادي نوريها لكم، انا باغي نربطو دابا هنايا في اللور وغادي نوريها لكم. هي الطريقه الثانيه انا كيتربط هنايا في الظهر في اللور، وهنا كتشكلوا الشكل اللي بغيتو على حسب الدوره د الوجه ديالكم، واش الوجه طويل اولا ضاير، فعلى حسب هنا كتقادو. المهم انا عين مانكا ما جاتنيش الدوره ديال يدي ما جاتنيش باش قاده. الطريقه الثالثه غادي نوريها لكم دابا. الطريقه الثالثه هي كتدخلوا هاد السميطات، هذه معروفه يعني اصلا هي الطريقه اللي كانت هادو كيدخلوا لداخل بهذا الشكل هذا. انا راه كنصور بيد وكنخدم بيد، المهم هادو كيتربطوا في عاود في الجهه هنايا من الداخل، يعني كندخلوا يدينا بهذا الشكل وكنجروهم بهذا الشكل هذا وكيتربطوا في الفور. غادي نوريكم منين يتربطوا. وهذه الطريقه النهائيه صافي. مهم هذه الاخرانيه، المهم هكذا كيجي كيتربط هنا في الجهه ديال يعني من تحت الشعر هنايا.
صافي اخواتي، كان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل اليوم. شكرا بزاف، ومازال ان شاء الله نزيدكم موديلات. واخا الصراحه كتبخلوا عليا، ما كنلقاش لا متابعه، يعني ما كتفرجوش فيديوهات كنحطهم ما كتفرجوش فيهم، وكذلك جيم والو، يعني قليل واحد النسبه المشاهده قليله، وحتى لي جيم ما عرفتش علاش. واش ما كيعجبكمش هادشي اللي كنحط لكم؟ يعني الا كتعجبكم شي حاجه قولوها ليا، ما عرفتش علاش. المهم ماشي مشكل. كنتمنى ان شاء الله اللي باقي ما اشترك يشترك، مرحبا بكم. والهدف من هادشي كامل يعني اللي عنده رغبه يستفد، اهم حاجه عندي. لا استفدوا غير 10 د الناس ولا هذا داكشي اللي بغيت. الله يجازيكم بخير، بصحتكم، الدروس. شكرا بزاف، بلا ما نطول عليكم. السلام عليكم.